اسبوع اعرف ليه. موضوع حلقتنا النهارده يكون عن نقل الدم وعلاقته بالامراض، وسيبنا نتعرف اكثر هذا الموضوع من خلال ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور مجدي الكيابي، استشاري امراض الدم. اهلا بك يا دكتور اهلا مجدي. وسهلا دكتور مجدي، موضوع حلقتنا النهارده بنقول نقل الدم وعلاقته بالامراض، يعني ممكن مع نقل الدم يحصل كثير من الامراض ويبقى السليم يعني يصاب بامراض كثيره من نقل الدم. في البدايه كده نتكلم يعني عن كيفيه نقل الدم والطرق الامنه لنقل الدم. طيب خليني الاول اقول لك انه نقل الدم بقى اصبح جزء فاعل من منظومه العلاج. تمام. الدول لما بيتقدم فيها المستوى العلاج الامراض بيبقى بتوصل لبعض الامراض اللي جزء من اساسي من علاجها هو نقل الدم. ادي لك امثله. مثلا احنا عندنا نشاط مكثف في مرضى انيميا البحر المتوسط، فبنسجل بنشخص الامراض المرض ده، والمرضى دول معتمدين في حياتهم على نقل كرات الدم الحمراء. تمام. عندنا مثلا المرضى اللي هم بتوع السرطانات الدم، ودول الاطفال دولت او الكبار بيحتاجوا في جزء اساسي من حياتهم لنقل الدم. تمام. عندنا السيدات الحوامل اللي بيصابوا بانزفه بعد الولاده، محتاجين لنقل دم في احوال كتيره. عندنا اصابات الحوادث، اصابات الحوادث والجراحات الكبرى وجراحات الاورام وجراحات القلب وجراحات الاوعيه الدمويه كل والعظام، كل دي زي تغيير المفاصل، كل دي بتحتاج في جزء منها الى نقل كرات الدم الحمراء. تمام. بس هل الدم هو كرات الدم الحمراء بس؟ لا. عندنا حاجات تانيه. عندنا حاجه اسمها صفائح الدم. أيوه. صفائح الدم دي هي اللي بتساعد على تجلط الدم. في مرضى مثلا اللي بيبقى عندهم ضعف في هذه الصفائح، ضعف في وظائف الصفائح او نقص في الصفائح وراثيا او مكتسب. تمام. وده هيحتاج الى نقل صفائح الدم. في المرضى الاورام واللوكيميا اللي بيتعالجوا بالعلاج الكيميائي بيأثر على النخاع العظمي، لان النخاع العظمي هو مصدر كرات الدم كلها، اللي احنا عندنا كرات الدم الحمراء، كرات الدم البيضاء وصفائح الدم. فلما النخاع ده بيتأثر بيحصل فقر دم في الثلاث مكونات او احد المكونات، فلما يقل الصفائح انا بحتاج صفائح الدم دي في هذه الاحوال، يا اما كعلاج وقائي اديها بصوره وقائيه عشان ما يحصلش نزيف، يا اما كعلاجي لو حصل النزيف. تمام. عندنا بعد كده هو برضو انه في بعض الاحوال بيحصل اختلالات في تجلطات الدم، فبحتاج انقل بلازما الدم. فاذا انا بقى ما بقيناش بنستخدم الدم الكامل ده، بقينا بناخد كيس الدم ونحلله الى او نفصله الى مكونات زي كرات الدم الحمراء، زي صفائح الدم وزي البلازما. والفائض من البلازما ده في الدول المتقدمه بيروح لمصانع يطلع منها ادويه. زي الالبومين وزي عوامل التجلط العامل الثامن والتاسع وزي الاجسام المناعيه او الايمونوجلوبولينز. وكل حاجه من دي لها استخدامات اكلينيكيه. تمام. يبقى انا بقى الدم ده ما بقاش هو ان انا بروح اتبرع بكيس دم واخده واديه للمريض، لا. تمام. ده بقى بيدخل في منظومه كامله. نقدر نقول ان بنوك الدم بقت مصانع. طبعا التبرع ده بالدم لا بديل له طبعا، لكن في الاثناء دي بقى احنا بناخد الدم بنفصله لمكوناته، بنختار المتبرع بناء على معايير قوميه للتبرع موجوده. نعم. علشان نختار المتبرعين اللي هم الاكثر امنا، واكثر متبرع امن هو المتبرع الشرفي اللي جاي يتبرع واللي هيملى تاريخه المرضي بمنتهى الامانه، عشان لو في اي خطوره انا بقول عليها خطوره يبقى استبعده من التبرع. من التبرع طبعا. ده نمره واحد. نمره اتنين انه الافضل كمان انه يبقى متبرع طوعي متردد. متردد يعني ايه؟ يعني انا ممكن اتبرع بالدم العادي لغايه 4 مرات سنويه. 4 مرات في السنه، في ده السنة. الحد المسموح. في نوع تاني من التبرع اسمه التبرع بصفائح الدم او بلازما الدم، ودي بتبقى اجهزه بتاخد الدم تفصل البلازما او الصفائح وترجع بقيه الدم. يعني في عملية واحدة يا دكتور؟ في عملية واحدة. يعني أثناء عملية التبرع بيتم تاخد من تلت ساعة لساعة. المتبرع ده يقدر يتبرع لغاية 15 مرة في السنة. 15 مرة. 15 مرة في السنة. كويس. ده بالنسبة للصفائح بس أو صفائح أو البلازما، لكن دم كامل. دم كامل 4 مرات أربع في السنة. مرة. في أجهزة برضو بتاخد كرات الدم المركزة، بس ده بتاخد ساعتها بياخد وحدتين، ده يقدر يتبرع من 2 لـ3 فقط، لأن كمية كرات الدم الحمراء
بتبقى مش كتير. بتبقى اكتر شويه عشان الجسم يستعوض، لان الجسم بيعوض كرات الدم الحمراء في خلال 120 يوم، والبلازما والصفائح في خلال من 3 ل 4 ايام تمام تكون متعوض. فدوت الاوضاع. تاني حاجه ان احنا بنجري الاختبارات على الدم، نشوف اذا كان في فيروسات بالاختبارات. وفي دلوقتي اختبارات اكثر تطورا وزاره الصحه بدات تدخلها، او المستشفيات الجامعيه وبعض المراكز الخاصه، اللي هو الفحص للحمض النووي للفيروس. لان بدأ انا بكتشف الفيروس في خلال دخوله للدم في خلال من 12 ل 24 ساعه. فبقلل جدا من، خصوصا ان احنا بلاد عالي فيها نسبه الاصابه بالفيروسات الكبديه البي والسي. فعشان كده الفحص برضو بال، وامكانيه الفحص ده دكتور برضو مهمه، ان انا يعني المتبرع جاي لازم ان انا افحص قبل ما اخد منه الدم، يعني المفروض افحصه ولا يبقى اسحبه لا. زي احنا بنفحص المتبرع اكلينيكيا عشان نطمن على صحته، ونطمن ان ما عندوش شيء تمام يكون في خطوره على ان الدم ده يحتوي على ما على ما فيروسات معديه. تمام. لكن الدم نفسه بعد جمع الدم بعد جمع لكن ما ينفعش ان انا اخد عينه مثلا واعملها فحص صريح للفيروسات على الاقل للفيروسات. التعليمات بتاعت وزاره منظمه الصحه العالميه انه ما يحصلش كده، انه الفحص يحصل بعد ما نسحب في بعض الدول تقول انا هفحص بالفحص السريع عشان انا عندي نسبه عاليه، فبدل ما اخد دم وفي ملوث ويتركن كمان، لكن الفحص السريع ده يعقبه لازم الفحص طبعا بعد التبر. تمام. فده دي احد الاساليب اللي بتناقش دلوقتي لكن لسه مش معمم. بعد، فانا لما بزود ايه درجات الامان لو انا بفحص الدم بالنسبه لمصر من الابحاث اللي شفناها بالفحوص العاديه اللي هي فحوص الاجسام المضاده للفيروس سي وبي بالذات، عندي نسبة خطورة حوالي 1 في 4000 ل 7000 كيس ان يكون لسه فيه فيروس احنا ما اكتشفتوش. لما بفحص اللي هو الحمض النووي للفيروس بقلل الخطورة دي في بالنسبة للفيروس سي ل1 في 250 ألف طبعا، وبقلل الخطورة في الفيروس بي ل1 في 15 20 ألف، لان الفيروس بي يعني مش سهل اكتشافه لانه تركيزه في الدم عاده بيبقى منخفض جدا، ففي صعوبه شويه. احنا الحمد لله الايدز مش مشكله عندنا، ولو اني انا بقول للشباب دلوقتي احنا بنخاف عليكم من المخدرات، من العلاقات الغير امنه، عشان وخصوصا ان بيجي ناس كتير من افريقيا وبيعيشوا في وسطنا، فدوت ادعو الشباب انهم يبقوا حذرين جدا في الامور دي عشان ما يزيدش نسبه الايدز عندنا في مصر. فالاجراءات الحاليه بالنسبه لامان الدم اللي موجوده في مصر هي اجراءات فعاله جدا جدا، وتتبع المستوى العالمي. تمام. خصوصا في بنوك الدم الكبيره سواء الحكوميه او الجامعيه او الخاصه. طبعا قد يكون هناك بقى ممارسات تحت السلم دي الرقابه لازم تكتشفها وتسيطر عليها. ايه بقى اللي ممكن يحصل ده من الجهه؟ ايه بقى المضاعفات اللي ممكن مضاعفات تحصل؟ مضاعفات اللي ممكن نقل الدم. طبعا في مضاعفات بنسميها مضاعفات فوريه، وفي مضاعفات بنسميها مضاعفات متاخره او اجل. مضاعفات فوريه. المضاعفات الفوريه اهم حاجه اهتم بيها ان الدم يبقى الفصائل متوافقه، وان انا اتاكد بنعمل فصيله المريض وفصيله الكيس او المتبرع مظبوطه جدا، ولها معايير قوميه دلوقتي لازم انها تتبع. ثانيا اتاكد ان توافق الدم. ثالثا اتاكد عند المرحله السريريه ان الممرضه وهي في ايدها كيسين دم تبقى متاكده ان الكيس ده بتاع المريض ده والكيس ده بتاع المريض ده، عشان ما يحصلش خلط. طبعا اخطر مضاعفه دلوقتي بنخاف منها هو نقل الدم الخاطئ، ان انا انقل فصيله من مريض مختلف لمريض مختلف عن فصيلته. يعني مثلا انا فصيله ايه لبي او العكس. لبي او العكس. ودي ممكن بقى اللي بقى لها مضاعفات شديده جدا قد تصل الى الفشل الكلوي او الوفاه. فدي يعني، لكن دي نسبها قلت جدا جدا بفضل الاجراءات. في مضاعفات ممكن تحصل بنسميها الحمى، يعني المريض المتكرر في نقل الدم نتيجه كرات الدم البيضاء بيتكون اجسام مضاده لها فتعمل نوع من الحميه والرعشه. ودي دلوقتي بقى بالنسبه للمتكرر نقل دمهم او بالذات اللي بياخدوا العلاج الكيماوي او انيميا البحر المتوسط، بنعمل حاجه اسمها شيل كرات الدم البيضاء من كرات الدم الحمراء. نفصلهم.
بنفصلها، بنشيلها بمرشحات معينة علشان خاطر نقلل من المضاعفة دي. تمام. ممكن من البلازما بتاعت الدم يحصل ارتكاريا ورشح، وممكن في بعض في احوال نادره جدا جدا ان يحصل حاجه بنسميها الصدمه من الدم، انه بيبقى في اجسام مضاده لنوع معين من الاجسام المناعيه اللي في دم الانسان، فتعمل تفاعل شديد ورعشه وانخفاض في دي، بس دي نسبتها نادره جدا تمام. جدا. ده بالنسبه الفورية، للمضاعفات الحاده والفوريه. الفورية عندنا بقى مضاعفات ممكن تكون اجله، آجلة أو في مزمنة ممكن. ممكن نلاقي انه في نوع من ان يحصل تحلل في الدم بعد اسبوع او اسبوعين نتيجه لوجود اجسام مضاده غير مكتشفه في اختبارات التوافر. دي احوال نادره جدا. في ممكن يحصل مضاعفه اسمها بالنسبه للناس اللي عندهم المناعه ناقصه زي مرضى الزراعات ومرضى العلاج الكيميائي، بيبقى المناعه بتاعتهم ضعيفه، ضعيفة. يحصل رفض من الدم للمريض، للمريض يعني نفسه الدم اللي بنقله يعمل زي المريض الجسم يرفضه. ما بيرفض عضو، لا ده العضو بقى هو اللي هو اللي بيرفض بيرفض. جسم المريض، وهو لها اسم علمي اسمه جرافت فيرسس هوست ديزيز، ودي بنعالجها في المرضى دول ان احنا بنعمل اشعاع للدم عشان تمام. نقتل الكرات الليمفاويه اللي في الدم عشان ما تعملش التفاعل ده. تفاعل مع الجسم. في ممكن حاجة انه نلاقي ان نتيجة نقل الدم يحصل بعد 15 20 يوم نقص شديد في صفائح الدم، ده برضو تفاعل متأخر. لقينا ان المرضى اللي بياخدوا نقل دم متكرر مناعتهم بتبقى اقل من اللي ما بياخدش نقل دم، الا اذا عملنا فصل كرات الدم البيضاء، ده بيقلل من القصه دي. فالمرضى اللي بيعملوا جراحات او اللي عندهم بالذات سرطان القولون او كده، اللي بياخد نقل دم لقينا انه بيحصل له التهاب في الجرح او تقيح في الجرح او ارتداد للورم اذا كان خد نقل دم غير معالج بازاله كرات الدم نعم البيضاء. نعم في الاكثر بقى تاخرا اللي هي الفيروسات اللي بتتنقل عن طريق اللي هي نقل الدم زي الايدز او الفيروس الايدز سي او او سي. الفيروس بي، وبعدين احنا بنبقى عندنا او السيفلس برضو او الزهري، وبعدين احنا بقى عندنا اسمها من منظومه ترقب الامراض المعديه اللي ممكن المعدية. تنتقل، لان كل 3 4 سنين بيطلع ميكروب جديد او فيروس جديد ما نعرفوش، وممكن زي السي ما كناش نعرفه في الثمانينات وظهر في التسعينات. ظهر في السنة. نعم. طبعا احنا نتمنى طبعا يعني ان ده لا يتكرر او لا يحدث لسلامة طبعا كل المواطنين وكل الاصحاء وكل المرضى يعني. في نهاية اللقاء الاستاذ الدكتور مجدي الكيابي استاذ امراض الدم، وكل الشكر لك يا فندم شكرا ونورتني. شكرا لك يا فندم. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء، وبكده نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، على وعد بلقاء جديد في الاسبوع القادم وموضوع اخر جديد ويعرف ليه. شكرا لكم.